وافق مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد الثالث على توصية اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2020 والمتعلق بتحويل الأندية إلى شركات تجارية وإحالته إلى مجلس الشورى. حول هذا الموضوع أكد سعادة النائب أحمد العامر رئيس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بمجلس النواب أن هذا المرسوم يهدف إلى تحسين ورفع مستوى القطاع الرياضي. طبعا تكمن أهمية هذا المشروع في إصدار تشريعات الدعم للرياضة بشكل عام، وهو مكمل لمشروع قانون الاحتراف الذي مر حوالي تقريبا شهر من خلال مجلس النواب، اللي يهدف من جواز إنشاء أندية على شكل شركات تجارية، وجواز أيضا تحويل الأندية الحالية لتحمل نفس الإطار. طبعا تحويل الكيانات الأندية الإطارات القانونية للشركات التجارية طبعا فيها أهداف كثيرة، ونهدف لأن تكون هناك نهضة جديدة بفضل من الله طبعا، وثم توجيه سيدي جلالة الملك اللي داعم لأبناء الرياضيين والشباب، ولا شك أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة وعضيده سمو الشيخ خالد بن حمد رئيس المجلس الأولمبي لهم دور كبير وبصماتهم واضحة. طبعا يأتي هذا المرسوم استجابة القيادة لتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد في تطوير التشريعات لتواكب أفضل المعايير الدولية، ولتهدف إلى ترقية الهيئات الرياضية وتحسين أدائها ورفع مستوى الرياضة والرياضيين والعاملين في هذا القطاع. هذا المرسوم فيه تقليل الإنفاق على الميزانية، واللي بيختمنا أيضا في الأمور اللي توافقنا معها مع الحكومة في خطط التوازن المالي. وأيضا هذا المرسوم فيه رفع الكفاءة والفعالية والاحترافية في إدارة الأندية. بيخدمنا هذا المرسوم في أمور كثيرة، ومنها بعد بيخلق قطاع كامل متكامل في وظائف نوعية تكون موجودة من لاعبين وفنيين وإداريين، ويتيح طبعا فرص الاستثمار في القطاع الرياضي. في هذا المرسوم نقلة نوعية رياضية إيجابية ومتقدمة حتى على مستوى المنطقة، ويعكس رؤية سمو الشيخ ناصر في هذا القطاع.